نعود من جديد مشاهدينا، وعودة للحديث عن فيلم كوستا برافا، والذي شاهدنا الشريط الترويجي له قبل الإعلان. ومعنا من لبنان المخرجة مونيا عقل، مخرجة الفيلم. أهلا بك معنا. هاي، كيفك؟ الحمد لله، شكرا لك. بالنسبة لموضوع الفيلم، وهو مسألة التلوث والفساد، هل جاء الاختيار من تجربة شخصية، أم أن الموضوع تعتبرينه موضوع الساعة في كل المجتمعات؟ إيه أكيد، يعني أنا دايما الأمل إنه تنطلقي من شيء شخصي وبعدين يكبر ويصير عالم، يعني هذا الأمل. يعني كمخرجة بالأول كتير كان جاي على بالي أحكي عن العائلة وعن كيف تركيبة العائلة فيها تعكس تركيبة مجتمع. وبذات وقتها كتبت الفيلم، كان في المظاهرات لأزمة السبيري ب 2015، وهيدي الأزمة كانت أزمة أكبر من بس أزمة بيئية، يعني كانت أزمة عن جد عم بتمثل كل شيء اللي مش ظابط بالبلد. وعلاقتنا مع بيئتنا هيدا شيء مش بس شخص لبناني في يفهمها، بس شخص مش عايش هون، لأنه كلنا صرنا نحس إنه ما بقى نعرف وين نهرب. وقتها بنحس انه العالم يلي عايشين فيه بطل عالم فيه نحس حالنا فيه سيف. نعم، يعني تقولين أن لبنان لم يكن الوحيد المستهدف، أم أنه كان هو الوحيد المستهدف في هذا الفيلم؟ ويعني الفيلم له أو كان بطريقة نقدية سينمائية. انا يعني مش قصد انتقد، انا يعني يلي عم جرب اعمله هو عم جرب اطلع على الوضع واسال اسئله، اسال حالي شو فينا نعمل لنغير الانظمه يلي عايشين فيها، يلي معيشتنا وحبستنا وعم تقتلنا كمان. شو فينا نعمل؟ شو هي الاسئله يلي فينا نسالها لحالنا ولبعض لنشوف اذا في شيء فيه يتغير، وشو الريسبونسابيلتي تبعيتنا بهيدا الشيء. نعم، وهل هناك عراقيل واجهتوها في إنتاج هذا الفيلم؟ ايه كتير، لانه نحن بدأ يعني وقتها بلشنا البري برودكشن كان 3 آب، وكنا بالمكتب 4 آب وقتها صار الانفجار ببيروت، فكل شيء وقف. ومش بس هيك، كان مصريات الفيلم كانوا علقانين بالبنك كمان، وكان في كورونا. فكتيم كتير يعني قطعنا بقصص صعبة، بس يلي قررنا نعمله هو انه لنتخطى هيدي الصدمة يلي صارت ب 4 آب. قررنا بعد شهرين بعد ما وقفنا كل شيء، قررنا انه كتير مهم انه نعمل هيدا الفيلم لنحس انه ما اخذوا كل شيء منا، ولنحس انه نحن مع بعض عم نخبر هيدي القصه. هيدا الشيء اعطانا كتير قوه. كان كتير صعب لانه كلنا قاطعين بمرحله كتير صعبه، بس بذات الوقت هيدا الشيء ساعد، لانه ساعدنا بعض، لانه كنا حد بعض. نعم، بعيدا عن هذه الأوضاع وعن موضوع الفيلم، ربما هذه المواضيع السلبية، لنتحدث من الناحية الإيجابية. هل ترك انطباعا جيدا الفيلم، إن كان في الجوائز أو في الإشادات، بالمحطات الذي عرض فيها الفيلم؟ ايه بالاول انعرض بفنيز، عمل الورلد بريمير بفنيز، بعدين راح على تورونتو ولندن، وكتير سافرت مع الفيلم قبل ما يجي على لبنان. هلا يعني هو عم بينعرض بلبنان بس 5 ايام، لانه بنفضل نعمل ريليس تكون يعني اكبر وقتها كورونا، لانه هلا ما فينا نعمل شيء، الناس خايفين يروحوا على السينما. بس كثير سفر الفيلم، وانا سافرت معه مع فريق العمل، ويلي كان كثير حلو انه بكل بلد بتحسي انه الجمهور بيتفاعل مع الفيلم بطريقه بتختلف عن جمهور ومدينه تانية، لانه كل جمهور بيطبق على الفيلم قصته وقصه عائلته وقصه بلده. ف أنا اكتشفت قصص عن فيلمي خلال جمهور بكل بلد، وهذا الشيء كان أعطاني كتير قوة وساعدني، لأنه بعد كل شيء اللي قطعنا فيه حلو تكون عندك هيدا المومنت مع جمهور وتعطي فيلمك للجمهور.
جميل. ما هي المحطات القادمة لفيلم كوستا برافا إن كان تجاريا أو في المهرجانات؟ هلا بعد في 3 ايام بأبي سيفردان بلبنان، بعد جمعتين في الريليس بسويتزرلاند وبستوكهولم، كان بألي من جمعتين، و هول يلي بهذا الشهر ستوكهولم سويتزرلاند ولبنان، كل وبعدين التوفيق برجع بقول. لك. نعم، سؤال أخير، كمخرجة ما هو مشروعك القادمة أو مشاريعك القادمة، وهل ستلتزمي بهذه الأنواع من المواضيع مثل الفساد ومثل مكافحة الفساد أيضا؟ أكيد وقت نعيش ببلد مثل لبنان مش معقول ما نحكي عن الحقيقة يلي من عيشها كل يوم. في شغلة كتير جاي على بالي أحكي عنها، هي العلاقة بين التروما وجسم المرأة. هيدا الشيء كتير عم فكر فيه. أكيد بلشت أكتب كتير قصص، وعم عملت غير قصص من وقت ما خلصت كوستا برافا، بس جاي على بالي خلي راسي يرتاح شوي ويفهم يلي صار، وافهم انا شو صار معي بهول السنتين بلا ما اركض. المخرجة منيا عقل، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك.